وهو شارد بذهنه مفكر حيران، هما يحبان بعضهما، ولكن أغمضوا عيونكم واحبسوا أنفاسكم، فإليكم فواجع الدنيا وآلامها. كتبت حنان رسالتها المليئة بالآلام والدموع: عمري 26 سنة، أحدثكم من خلف القضبان. كنت فتاة جامعية في كلية الهندسة، ورأيت أحمد فأحببته وأحبني. رأيت الدنيا في عينيه جميلة، أدركت أن كل أحلامي ستتحقق بين يديه. أنا أمي مسنة ووالدي متقاعد، وأنا الكبيرة، فأنا أمل البيت وسعادته. وتمر الأيام وأنا أقابل أحمدا في الجامعة، ولا أستطيع البوح عما في قلبي له من حب وتقدير. وتنقضي السنة الثانية من الكلية، كان دائما يلاحظ قربي منه وضحكاتي معه وحديثي مع صديقاتي عنه، لدرجة أنهم سموني مجنونة أحمد. هو أيضا بدأت علامات الحب تظهر عليه، صارحنا بعضنا بالحب، لكن ما العمل؟ هو من أسرة متوسطة الحال وأنا كذلك، لكنهم يروننا صغارا مع أننا نملك المشاعر والعواطف. ليس هناك حل إلا الزواج العرفي، وفعلا تم ما نريد، ووقعت في وحل الآثام. كانت لحظات السعادة قليلة، لكن الشيطان كان يزينها. مرت الأيام، أمي تتعجب من شرود ذهني الدائم، ووالدي يغضب من عدم جلوسي معهم على مائدة الطعام. تغير لوني واصفر وجهي وضعف جسمي كثيرا، كل هذا سببه أحمد. كنت أشعر أحيانا أنه يحبني حبا كبيرا، وأحيانا أشعر بلا مبالاة شديدة. سبحان الله، كثيرا ما أتذكر والدتي وهي في محراب الصلاة تدعو الله وتبكي وتقول: يا رب تنجح ابنتي وترزقها الزوج الصالح. كانت تلك الدعوة كخنجر يطعن فؤادي كلما سمعتها. لم أستطع البوح لأحد ولا الحديث مع أحد، همومي فقط أحاول أن أزيحها من على ظهري. وتمر الأيام، ويتقدم لخطبة الكثير من العرسان والشباب، وتهطل الدموع من عيني وأنا أرفض، ويسبني والدي سبا شديدا، ويأمرني أن أقدم العصير للعريس وأدخل إلى غرفة الضيوف، وعبرتي تسبقني على خدي، ويقول الوالد: تقدمي يا حنان، لا بأس، إنها خجولة شيئا يسيرا. كانت في تلك اللحظات صورة أحمد تمر علي بشكل غريب، كانت أعماقي تبكي، وقد أدركت أني سقطت في مستنقع لا أدري هل سأخرج منه أم لا. كانت كل ذرة في جسدي تقول لذلك العريس: أرجوك لا تتزوجني، أنت تستحق واحدة أخرى غيري. وتمر الأيام، وأرسل إحدى صديقاتي تطلب من ذلك العريس أن يعتذر لأنني غير موافقة وأهلي يجبرونني، ويعتذر الأول والثاني والثالث والعاشر، وكادت أمي تفقد صوابها. كنت أنظر بعيني إلى أختي الصغرى سعاد، نظرات حب وإخاء، تمنيت لو يحدثها قلبي فيقول: احذري يا سعاد، احذري عندما تكبرين من حب يقودك إلى الحرام. إنني الآن أبكي وأنا أكتب لكم رسالة هذه من عنبر النساء في سجن في إحدى الدول العربية. لقد شعرت يوما بصداع غريب، سقطت على الأرض، وذهبت بإحدى صديقاتي إلى الطبيب، وكان الجواب: مبروك، أنت حامل. لن أنسى أبدا تلك اللحظة. جئت إلى أحمد بعد إحدى المحاضرات: أرجوك يا أحمد، الحقني، أدركني. كان يبتسم وكأن شيئا لم يحدث. تبين لي أن حبه كان مجرد شهوة عابرة، وأن الليالي الطويلة التي كنا نقضيها كانت مجرد عبث ولهو. بدأت أطلب منه الزواج وأن يتقدم لخطبتي، وأنني سأحاول من الوالد ألا يطلب منه شيئا، لكن كان يعتذر: الوضع المادي صعب، والحياة أكبر مما تتصورين، وغيرها من الاعتذارات الواهية. ذهبنا إلى طبيب، أجهضنا الجنين وأسقطناه، ومرت الأشهر وحمل آخر، وحدث له ما حدث للحمل الأول. كنت حقيقة أسيرة لذلك الشاب، أعيش بلا هدف وأسير بلا خريطة. أما الجامعة فلا تسألوني عنها، السنة الثالثة لم أنجح فيها، كذبت على والداي وأخبرتهم أنني نجحت وعلي بعض المواد الدراسية فقط. حتى بعض صديقاتي كن يحذرنني من مغبة صحبة شاب، وأنها تقود إلى هموم وآلام. لكن صدقوني يا إخواني،
بعدي عن ربي سبحانه وتعالى كان هو السبب. ستقولون لي كيف صلاتك يا حنان وكيف قراءتك للقرآن؟ سأقول لكم أنا لا أعرف إلا قنوات الغناء وألعاب الكمبيوتر، أنا مقصرة مع ربي سبحانه وتعالى. صدقوني كم ذرفت الدموع ليلا على فراشي لأنفس عن الهم الذي يجتاح صدري. فكرت كثيرا ماذا أفعل مع أحمد؟ كانت المصيبة أنني رأيته يضحك مع بعض الفتيات في الجامعة، فأدركت حينها أنني أحقر فتاة في الدنيا، لأنني بعت عرضي بورقة صغيرة خدعنا أنفسنا أنها عقد زواج. فجأة اختفى أحمد من حياتي، هاتفه المحمول مغلق، لا يحضر إلى الجامعة. سألت عنه كل أصدقائه لكن لا خبر، 3 أشهر كاملة. وبعدها دخلت حنان أختكم إلى مستنقع الرذيلة، تعرفت على شاب آخر، أمضينا الوقت على الآلام التي كنا نظنها سعادة. فضحني ببعض الصور العارية، هربت من المنزل، ذهبت إلى إحدى الصديقات في قرية بعيدة، ملت مني صديقتي، خرجت من عندها لا أدري إلى أين. كنت في الليل وحيدة، تمر بصورة والدي الحنون بابتسامته العذبة التي كان يستقبلني بها عند عودتي من الجامعة، صراخ أختي الصغرى سعاد عندما لا أحضر لها بعض الحلوى، نظرات أمي العطوفة إلي، آية الكرسي التي كانت معلقة في صالة المنزل، أذان الفجر، شاشة الكمبيوتر، أول مرة رأيت فيها أحمد، صور وصور وذكريات أليمة مرت علي وأنا لا أشعر. كنت أمشي في تلك القرية وحيدة، حنان هربت من أسرتها خوف الفضيحة، وهي الآن بلا أم ولا أب ولا أرض ولا وطن. لن أكمل لكم بقية القصة، لن أكملها لكم، فأنتم تعرفون. ليالي حمراء في وكر صغير، ثم قضية آداب في قسم الشرطة، ثم تحويل إلى سجن النساء.